المقابلة ديال اليوم كان فيها كل شيء إلا الهدف أو الأهداف اللي ممكن تجيب لنا يعني ثلاثة ديال النقاط. مع الأسف أنه اللاعبين بذلوا واحد المجهود كبير، ولكن الفعالية الهجومية اللي هي الأهداف اللي هي كتخليك أنك تفوز بالمقابلة وتستفد من النقاط ثلاثة ما كانش. تنظن أنه منذ بداية الموسم أحسن مقابلة من ناحية ديال الأداء، من ناحية ديال العدد ديال الهجمات، من ناحية ديال عدد فرص ديال التسجيل اللي كانت خلقناها، ولكن لم تكتمل. تنظن أنه المقابلة غادي ناخذوا فيها الإيجابيات، وخاصنا نزيدوا نشتغلوا على 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 التهديف باش نكونوا أكثر فعالية إن شاء الله في المقابلة الجاية. حداد كانت عنده إصابة وباقي تيعاني منها وماشي جاهز 100%. شي حاجه سميتها القدر. شوف لو كان يمشي شكون هو هذا اللي حنا مضمون 100% على بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للاعب اللي انا يسجل. يمكن احسن واحد اللي كيسدد واللي هو متخصص هو جبران ضيع في مقابله اخرى، وبالتالي فتنظن انه اللاعبين كانوا خيارات، يعني كان تحديد ديال اللاعبين. عطيت التعليمات في اللحظه ديال ضربه الجزاء، ولكن بولي قرر على انه يسدد. مع الاسف يعني ما تيسجلش، كضيع لنا جوج ديال النقاط، وهذا ماشي يعني نهايه ديال المطاف او لا خاصنا نبكيو على جوج ديال النقاط. صحيح انها مهمه بالنسبه لنا يعني للتتمه ديال الدوري وتجميعنا النقاط بالنسبه للبطوله، ولكن ما ننساوش على انه بولي ولو ضيع فتا هو تيقوم بواحد العمل اللي هو كبير. ما ننساوش على انه هو اللي سجل هدف ديال الاسبوع الماضي وسجل اهداف اخرى، وبالتالي حنا ما خصناش نوقفوا على هذه النقطه بالضبط في ضربه الجزاء اللي كتضيع. خاصنا نزيدوا نشتغلوا على الاهداف الاخرى اللي كانت واضحه واللي كان ممكن يعني تسجل. اللاعبين كاع اللي سميتو اللي غيرنا لهم سواء المراكز او اللي دخلوا كلهم تحوا لهم فرص ديال التسجيل، وبالتالي فما كانش المشكل هو انه الخلق ديال الفرص، كان المشكل هو ديال التهديف. انا تنظن وحنا اللي عندنا الحقيقه يعني الاطر التقنيه اللي دائما عندها الحقيقه ديال اللاعبين والجاهزيه ديال اللاعبين اللي لعبوا واللي شاركوا هما اجدر على انهم يكونوا، هما اللي جاهزين، هما اللي كانوا اقرب يعني من انهم يحققوا النتيجه ديال الفوز. اللي مهم صحيح انه خاصنا نسجلوا الهدف باش نجمعوا هذاك الماكسيموم ديال النقاط، ولكن ما نساوش على انه اللاعبين كلهم اليوم بدون استثناء قاموا بمقابله يعني تنظن احسن مقابله من ناحيه ديال المنتوج يعني الكروي التقني والتكتيكي، يمكن احسن مقابله اللي قمنا بها اليوم. مع الاسف الهدف هو اللي ما كانش. انا تكلمت على حداد كانت عنده واحد الاصابه باقي كيعاني منها شويه يعني ما ليش بالجاهز 100%، ولكن المشكل ديالنا كان هو كيفيه التعامل مع هذاك الفرص اللي صراحه اللي خلقنا مجموعه يعني كثيره من الفرص اللي خلقنا. المستقبل يعني كيلزم لينا على ان نزيدو نشتغلوا على اساس ان تكون ان شاء الله الفعاليه الهجوميه حاضره في المقابلات الجايه. انا تكلمت من قبل وقلت على انه حتى يعني هذا الوصول ديالي لفريق الوداد كان متاخر بعض الشيء، يعني ما اشتغلناش يمكن في العمق، يعني في كثير من الاشياء اللي هي تقنيه وتكتيكيه ما اشتغلناهاش. اليوم بين على انها عندنا مشكل، وليس فقط اليوم، حتى في المقابله ديال 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 طنجه، في المقابله ديال وجده خلقنا مجموعه من الفرص وتفنا يعني في الضياع ديال الفرص. خاصنا نزيدو نشتغلوا على الشق الهجومي ديالنا. اليوم اللي كان ايجابي هو اننا خلقنا الفرص، تتبقى لنا ديك اللمسه الاخيره ان شاء الله كتجي مع التدريب ومع التكرار النوعيه ديال التدريب. انا اظن هاد الفتره اللي جايه غادي نستافدوا منها يعني بشكل يعني كبير، خاصه يعني من ناحيه البدنيه ومن ناحيه ديال التكرار بعض الامور اللي هي تقنيه وتكتيكيه. بالنسبه للدوره ديال الكويت اعتذرنا، كانت عندنا النيه اننا نشاركوا، ولكني كان عندنا تخوف على انه تبدا البطوله او لا تلعب البطوله يمكن في بدايه ديال الشهر المقبل، وبالتالي فارتئينا على اننا نزيدوا نشتغلوا في العمق اللي هو خاصنا يعني نحسنوا المستوى ديالنا من ناحيه ديال القوه اول حاجه، ومن ناحيه ديال النفس. وبالتالي ما بغيناش ندخلوا ونلتزموا يعني بواحد العدد المقابلات، خاصه انه عدد المقابلات الثلاثه ما يمكنش يستافدوا منها يعني 24 لاعب او 25 لاعب. وبالتالي قلنا غادي يكون المعسكر ديالنا ان شاء الله هنا في الملعب ديال بن جلول، وممكن تكون فتره اخرى ديال شي تجمع يعني في شي مدينه اللي يكون متاح فيها الملاعب ديال التدريب. ممكن على حسب يعني على حسب
المتاح على حسب المتاح يعني ممكن تكون يعني احنا عندنا النية لأننا نعزو يعني الفرق ديالنا نعزو الفرق ديالنا في مركز أو لجوج ديال 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 المراكز. حنا غادي نشوفو على حساب يعني النوعية ديال اللاعبين اللي متاحين يعني إذا كان شي لاعب اللي هو مميز اللي ممكن يعطي الإضافة فحنا إن شاء الله غادي نشتغلوا مع المكتب الموسمي على أساس أننا نزيد نقوي الفرق ديالنا خاصة أنه يعني المرحلة المقبلة غتكون فيها المشاركة المحلية والخارجية ويكون ضغط ديال المقابلات وبالتالي هذاك التدوير ديال اللاعبين يعني اللاعبين الممتازين اللي ممكن أنه لما نغيروا مثلا 3-4 لاعبين في مقابلة ما بين مقابلة وقال ما يكونش المستوى غادي ينزل وما يكونش تباعد في المستويات إن شاء الله. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.